الكرة، تقسلوا الكرة عن طريق بونان، تسديدة، أول تسديدة قوية، قبائل تنفذ الركنية ضائرية، والحارس مجاني يدخل، لكن الحكم يقول خطأ للحارس. ثم طويلة من ناحية أوتشي، راقب الكرة يسد، شوف اللقطة الأخرى لي أوتشي، راقب الكرة بالطريقة والكيفية اللازمة. أوتشي توزيع ناحية فيستون، هاي الكرة صعبة، والحارس على بوحده في الهجوم، يوزع من هناك، ما فيش تسلل، واش ضيع برنان؟ برنان ماذا يفعل؟ برنان يراوغ، برنان مازال يحتفظ بالكرة، يدخل منطقة 18 متر، مازال يراوغ أمام جرار، يوزع، يسدد، والحارس حضر صالحي. مرة أخرى محاولة الضغط، سيديدي، ضربة جزاء، ضربة جزاء، نعم الكرة لمست سيد، توزيعة مثلت على يدو أم مرفقه أم ربما لمست يدو، نعم، لأن الحكم أعلنها والحكم هو السيد هنا. شوف مرة بعض أنصار شباب بن زداد يشيرون لي بأنه ما فيش هدف، الطريقة رائعة، وتسجيل أول هدف في هذا اللقاء لصالح شبيبة القبائل، وعن طريق بن علجية. في هذه اللحظات بن علجية يحرر أنصار شبيبة القبائل، فقط الروح الرياضية في هذا اللقاء، وكذلك زاني مع نسخ ربما يطالب لاعبيه بعرض البطيء، يطلب ويطالب لاعبيه بالهدوء، يسدد، يوزع، لكن سهلة وبقبضة يدي الحارس الصالحي. بن يوسف الانطلاقة، هل سيكون الهدف الثاني أمام فيستون؟ التسديد لكن من بعيد، وسهلة لمزيان. بشو توزيع، العارضة ترد، القائم على صالحي بشو مرة أخرى، بشو يتوغل لكن أمام الحلول، ثم الانطلاق والتسديد، وبعيدة وعالية من اللاعب بالغوز، ربما ترك مكانه نظيف بذلك الجمهور. وخطأ، والخطأ المرتكب، هاي ضربة الجزاء الثانية، لا ما فيش، ويقول الحكم محاولة في الإعادة بالعرض البطيء مرة أخرى. حسب رأيي فيه مخالفة، فيه ضربة جزاء ربما لأنه راح لرجل اللاعب الحارس. هاي كرة أخرى بالخطأ ناحية أوتشي، والهدف الثاني خطأ، شوف الخطأ، الكرة كانت ضعيفة، وكذلك التغطية من اللاعب هيريدا. هيريدا في هذه اللحظات وفي هذه اللحظات